أما بقى بالنسبة لكرة اليد سيدات، فامبارح فريق سيدات النادي الأهلي لكرة اليد حقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 30-25. الكلام ده حصل ضمن منافسات بطولة الدوري. عبر كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات اليد بالنادي عن سعادته بالفوز، وأوضح إن الزمالك تقدم على الأهلي في بداية المباراة، ولكن سرعان ما استعاد الفريق مستواه المعهود وظهر بشكل طيب، وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل ثم التقدم في الشوط الثاني. وأيضا أشاد بالمجهود الكبير لكل اللاعبات وأيضا باللاعبة الصاعدة ياسمين شمس اللي هي من مواليد عام 2002 اللي شاركت وقدمت مستوى جيد جدا في هذه المباراة، وأشار إلى أن الاعتماد على الناشئات من أبناء النادي هو أحد أهداف الجهاز الفني. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر متعلقة بمباراة الأمس من خلال مكالمتنا مع الأستاذ يحيى يوسف المدير الفني لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي. كابتن يحيى صباح الفل على حضرتك. صباح النور عليكم وصباح النور على قناة الأهلي. وألف مبروك مباراة امبارح. وكالعادة دايما يعني لما بيكون في لقاء في أي رياضة من الرياضات ما بين فريق النادي الأهلي وفريق الزمالك بتكون دايما بطولة في حد ذاتها، الكلام ده إلى أي مدى كان متحقق في مباراة الأمس يا كابتن؟ طبعا الحمد لله طبعا على المكسب، في ظل كمان الحمد لله الغيابات اللي عندي. طبعا ما فيش حد يعرف كتير قوي إن عندي غيابات، 6 لاعبات مهمين جدا وكبار كمان خبرة كتيرة جدا. طبعا أكيد ماتش الزمالك في أي لعبة بيبقى ليها طبع خاص، ديربي خاص في مصر كلها. فالحمد لله طبعا قدرنا ان احنا كمان نكسب. كنا الشوط الاولاني كان بعض الامور مش مظبطه شويه بين الشوطين، الحمد لله اتكلمنا مع الولاد وان شاء الله الحمد لله ربنا اكرمنا كده، ومن اول الشوط الثاني تقيدنا الموقف كله لغايه ما السكور وصل كمان لفرق 10. واللاعبات بصراحه عملوا مجهود رائع جدا بشكرهم عليه، وبشكر كمان ياسمين حارسة المرمى اللي هي مواليد 2002، وكمان عندي عناصر كمان كويسه مواليد 2002 كانوا موجودين، بس ان شاء الله بيلعبوا في الماتشات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب على صعيد بقى اللاعبات طالما حضرتك ذكرتهم او ذكرتهن، بالنسبه للاعتماد على الناشئات ده موضوع برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني تفاصيله، وكمان لو في اي صفقات جديده اضيفت للصفقات اللي حصلت الايام اللي فاتت او الفتره اللي فاتت. طبعا الاعتماد على ابناء النادي دي حاجه مهمه جدا، ودي سياسه بتاعت الاهلي اصلا معتمد عليها بقاله فتره كبيره جدا من ايام ما احنا لما كنا بنلعب. الحمد لله انا اصلا معايا كمان بيستعادوا من فريق 2002 اللي هو الناشئات ياسمين شمس طبعا، وفي منا وفي روان وفي فرح وفي رحمه، عندي بنات الحمد لله 5 6 بنات من 2002 بيستعادوا لعبوا الماتشات اللي فاتت معايا. طبعا دي نهجي كناجي نادي ونادي كمان رئيس القطاع ونهجي ان احنا نلعب بالناشئات ونصعد بنات كويسين يفيدوا النادي الاهلي الحمد لله طبعا، ودي فايده لنا كلنا اصلا كنادي اهلي اكيد. اما 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 احنا عملنا صفقات، احنا طبعا جبنا صفقه محترفه تونسيه سندس حشانه لعبه مميزه جدا. طبعا رجعنا غاده حسام طبعا ربنا يشفيها، كان جول منتخب مصر وكانت هي بطلت وكده ورجعتها للنادي، فدي الحمد لله الاثنين اضافه للفريق ان شاء الله. نتمنى لكل حضراتكم التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن يحيى يوسف المدير الفني لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي، وصباح الفل على حضرتك. السيدات عاملين شغل النار كالعاده. صحيح انا متفق معاك جدا، وعاجبني قوي كمان اعتماد النادي الاهلي دايما في فكره هنا واعطاء فرصه للناشئين، يعني حاجه محترمه جدا، وده بيدل على شيء برده بيدل على روح هنا التشجيع والانتماء وروح الاهلي اللي احنا بنتكلم عنها في جميع الرياضات مش بس في كرة القدم.